فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطاً مربعاً، متساوي الأضلاع، قد يكون مستقيماً باعتبار ضيق المكان. فعل صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المربع خط فيه خطاً في الوسط، لكن هذا الخط الذي في الوسط خارج، وخط خطوطاً صلى الله عليه وآله وسلم من جانبي هذا الخط الذي في الوسط، لكنها خطوط صغار. ما هذا؟ هذا الأجل، هذه الزاوية هي الأجل، الزاوية الثانية الأجل، الزاوية الثالثة الأجل، الزاوية الرابعة الأجل. هذا الذي في الوسط هو الإنسان، هذا أمله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم هذا الإنسان وأجله محيط به من جميع الجهات، أين المفر؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. فهل هذا الخط المربع هو أقرب للإنسان من أمله، أو أن الأمل أقرب؟ الذي أحاط به هو أقرب. ولذلك يموت هذا الإنسان قبل أن يحقق كل الآمال، فإنه يعني هذا الإنسان هو محاط بخطوط صغار، وهي الأعراض الآفات التي تحيط بنا، ولا يعني ذلك أنها محصورة بعدد، بل هذا من باب التمثيل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل هذا وسيلة لتقريب هذا الحديث للصحابة رضي الله عنهم، فعلى المعلمين في المدارس وعلى معلمي الناس الخير أن يتخذوا من الوسائل التعليمية ما تقرب العلم إلى الناس. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم هذه الخطوط الصغار هي الأعراض، هي الآفات. إنسان يموت بغصة طعام، بجوع، بعطش في مهلكة، يموت بحادث سيارة، يقع في حفرة أو في خزان أو في جفرة، ينهدم عليه البيت. إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، وفي ضبط آخر نهسه هذا. مثل ماذا؟ مثل نهس ونهش ذوات السموم التي تخطف ويكون بها الألم. فإن لم تؤثر فيه هذه الآفات، ما مات بواحد منها، فالأجل قد أحاط به قبل أن يحقق آماله. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطوطا، فقال: هذا الأمل وهذا أجله. كالإنسان في وقته وفي أيامه حريص على أن يحقق الآمال، وإذا بالأجل يدنو منه، إذ جاءه الخط الأقرب. ما هو الخط الأقرب للإنسان؟ هل هو هذا المربع الذي أحاط به من جميع الجهات، أم أنه هذا الذي هو خارج عن هذا المربع؟ الخط الأقرب هو الموت. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه غرز عوداً بين يديه، يعني أمامه، وغرز عوداً في جانبه، وغرز عوداً ثالثة فأبعده،
فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون ما هذه؟ قال الصحابة رضي الله عنهم: الله ورسوله أعلم. قال: هذا هو الإنسان، وهذا الذي بجانبه هو أجله، هو أجله. والإنسان يتعاطى الأمل، يريد أن يأخذ هذه الأمال، والأجل يختلجه دون ذلك، يعني من أن الأجل يأخذه قبل أن يتحصل على أمله. بل إن البعض قد يكون الأمل هذا قد يكون سبباً في ماذا؟ في إنشاء عرض من الأعراض التي تتلفه من كثرة ما يؤمل ويؤمل ويؤمل، يصاب بالأمراض والأوجاع التي بها هلاكه بأمره عز وجل. قد يقول قائل: أنا أريد أن أبني بيتاً لأسكنه أنا وأسرتي. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال رحمه الله: قال بعض العلماء: الإنسان لا ينفك عن الأمل، لا ينفك عن الأمل. فقال رحمه الله، قال ابن حجر: قال وهنا سر لطيف، وهو أن الأمل المذموم هو الأمل الذي يسرف فيه الإنسان، أو أنه ينسيه طاعة الله عز وجل. أما الأمل الذي هو معتاد في النفوس فإنه لا ذنب له ولا ذم له في مثل هذا الأمر. قال ابن الجوزي رحمه الله: قال لولا الله ثم الأمل لما صنف العلماء التصانيف. العلماء يصنفون من عندهم أمال، لكنها أمال متعلقة بعبادة، تؤمل أن تنشر علما، هذا أمل ليس بمذموم. تؤمل أن تنفق أموالا في سبيل الله، هذا ليس بأمل مذموم. لكن الإشكال في ماذا؟ الإشكال في من تسترسل به الآمال، الآمال تلو الآمال، ويريد ماذا؟ ويريد أن يحقق كل آماله. انظر إلى من مات، هل حقق جميع أماله؟ وبعضهم ربما أن هذا الأمل ينسيه طاعة الله، بل يقدم الدنيا على طاعة الله، ربما يترك بعض الواجبات، ربما يتعاطى المعاملات المحرمة من أجل ماذا؟ من أجل هذه الأمال أن يحققها. بعضهم ربما أنه يدخل في صلاته ومن كثرة آماله التي يؤملها في هذه الدنيا يخرج من صلاته وهو لا يدري ماذا قرأ وماذا قال في صلاته، هذا مذموم. أو أنه ماذا؟ يحرق نفسه حرقا من أجل تحصيل هذه الآمال. الأجل أقرب منك إلى تحقيق آمالك، ولذلك بعضهم بسبب هذه الآمال يصاب بالأمراض المستعصية من أمراض القلب وما شابه ذلك، هلكه وعطبه في أماله. ولذلك ثبت في الحديث الحسن عند أحمد في الزهد وعند الطبراني قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاح أول هذه الأمة بالزهد وباليقين، وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل.